الفصل اتكلمنا عن الأرصاد وتصحيح الأرصاد والأخطاء. الأول لو عندي مثلا مسافة اي بي، كنا بنحسب مسافة اي بي مرة واثنين وثلاثة وبنطلع على الأخطاء اللي فيها. وبقول إن أنا عندي رصد واحد بس مثلا من بي، برصدها مرة واثنين وثلاثة، وبكون رصد بتاع عامل خطأ في المرة الأولى والثانية والثالثة. وحسبنا لنفس الرصدة السيجما نوت مين والسيجما ام، فكان عندي قيمة للمسافة اي بي وجمعنا عليها ايه؟ الخطأ اللي حسبناه زائد سواء إذا كان سيجما ام أو سيجما نوت زائد الرصد اللي عندي. طلعنا القيمة مين؟ المصححة. لو عندي في حالة أكثر من رصد أو عدد رصد كتيرة بتتكون معاها أشكال فتكون عندي حركات مغلقة، وبدأت ندرس مش بس كل رصدة بيجيب لها سيجما يوم وسيجما نوت، لا هو كان بيجيب لها الرصدة والخطأ اللي حصل فيها وتعمل تصحيح شامل لمين؟ للأخطاء. لما بنعمل تصحيح شامل للأخطاء ظهر معايا طريقة لكتابة المعادلات، كان بكتب المعادلات يا إما بطريقة الأرصاد يا إما بطريقة مين؟ الاشتراطات. بطريقة الأرصاد كنت بتكتب المعادلة على الطريقة الـ اللي هو الرصدة اللي عندي زائد الخطأ اللي فيها بيساوي مين؟ في الاكس. ده الرقم الصح اللي انا عايز اطلعه في الاخر، ان ايه الرصد اللي انا عملتها زائد الفي الخطا اللي حصل فيها. بطريقه الاشتراطات كنا بنقول ان الاي في الفي اللي هي الاخطاء بتساوي الاف. لما كتبنا المعادلات بطريقه الارصاد او الاشتراطات ظهر طريقتين للحل. الحل الطريقه الاولى يا اما بستخدم الليست سكوير ميثود سميشن اللي تربيع بيساوي مين؟ المينيمم اقل ما يمكن، يا اما استخدمنا طريقه الايه؟ المصفوفات عشان نحل. ايه اللي اختلف عن الكلام ده او ايه اللي زاد؟ في الاول احنا كنا بنشتغل على طريقه الارصاد بقول ان انا عندي رصده وليكن المسافه ال زائد الخطا اللي حصل فيها بيساوي ايه؟ في اكس اللي هي الرصده الصح، وببدا اعمل تصحيح واطلع في الاخر معايا مين؟ الاكس. طيب دلوقتي اللي اختلف المره دي قال لك لا، انا في حالات رصد غير مباشر ممكن ارصد مسافات واقطعه زوايا بس اطلب منك حاجه ثانيه خالص. فكل الشغل عندي على مين؟ على رصد غير مباشر. بس الفرق سواء اذا كان رصد مباشر او غير مباشر قبل كده ما كانش يبقى فيه اي علاقه بقوه الارصاد ببعضيها. زي مثلا انا عندي نقطه ام هنا ده غير ثابت وعايز احسب منه منسوب نقطه ايه ومنسوب نقطه مين؟ بي. فبعمل ايه؟ بجيب فرق المنسوب الاول ما بين الـ A وما بين الـ M ودي رصده لوحديها واجمعه على الـ M الصحيح هيديني مين؟ الـ A. تاني رصده بجيب الفرق الارتفاع ما بين الـ D وما بين مين؟ الـ M واجمعه على الـ M يديني مين؟ المنسوب بتاع الـ B. في الحالة دي كل رصدة منفصلة تماما عن الرصدة التانية، أنا بشتغل بين الـ M والـ B، الـ M والـ A والـ M والـ B لوحديها. عشان كده كنت بكتب صورة واحدة كل علاقه لوحديها، يبقى ال واحد زائد ال بي واحد بيساوي مين؟ ال بي اكس واحد. الرصده الثانيه ال 2 زائد ال 2 بيساوي مين؟ بي اكس 2. كان كل الارصاد اللي بنشتغل بيها مالهاش علاقه ببعض، كلها بي اكس واحد لوحديها وبي اكس 2 لوحديها. ايه اللي هيختلف مره ثانيه؟ مش هيختلف غير ان هو هيطلب منك مطالب بس هيقصد حاجات في علاقه هندسيه بالظبط. زي مثلا انا عندي هنا نقطه ايه؟ عايز احسب منها الاحداثيات بتاع نقطه مين؟ نقطه بي. معنى كلمه احداثيات يعني انا عندي مسافه في اتجاه الاكس ومسافه في اتجاه مين؟ الواي. الاحداثيات بتاع نقطه ايه هنا مين؟ معلومه اللي هي الاكس ايه زائد مين؟ والواي ايه. كده انا عارف الاحداثي بتاع نقطه مين؟ نقطه ايه. عشان احسب الاحداثي بتاع نقطه بي محتاج اعرف مين تاني؟ محتاج اعرف بس المسافه الافقيه اللي هي بين الـ A والـ B، ومحتاج اعرف المسافه الرأسيه اللي هي ما بين الـ A والـ A والـ B. لو جبت المسافه الرأسيه بين الـ A والـ B وجمعتها على الـ X A هيديني مين؟ الاحداثي بتاع B. لو جبت المسافه الرأسيه ما بين الـ A والـ B هعرف اجيب مين؟ الاحداثي بتاع مين؟ نقطه B. في الاخر خالص X A و Y A هجمع عليه المسافه الافقيه
الخلفيه الراسيه عشان نطلع مين؟ اكس بي وواي بي. بس هنا في المساله هو الرصد المسافه الخلفيه اكس بي ولا رصد المسافه الراسيه هي مين؟ واي بي. رصد حاجه ثانيه خالص، المسافه المباشره ما بين ايه وما بين بي، ورصد زاويه ميل الخط اللي هي زاويه مين؟ الف. يبقى هو رصد حاجه وطلب حاجه ثانيه خالص، بس الفرق ما بين الحاله الاولى اللي كنا بنعملها قبل كده ان الارصاد ما كانش فيه اي علاقه تربطها ببعضيها، كانت كل رصده مستقله بذاتها. انما اللي بعد كده ايه اللي اختلف؟ ان انا عندي في علاقه مباشره ما بين مين؟ الاس اللي هي المسافه اي بي وما بين الاخر اللي هي ايه؟ زاويه الميل. وبالتالي انا عندي في المساله محتاج اعرف المسافه اكس بي ومحتاج اعرف مين؟ الواي بي. بس انا اجيب الاول الاكس بي والواي بي واعمل لهم تصحيح، ولا اجيب الاس الصحيحه والالفا الصحيحه ونقعد اطلع الاكس بي؟ لو انا هشتغل على الاكس بي والواي بي اروح اطلع مين؟ هشتغل على الحاله الاولى. الاكس بي ده حاجه مستقله بذاتها لوحديها، والواي بي حاجه ثانيه رصده ثانيه مستقله. بس هو في المساله ما ادانيش اي ارقام لمين؟ للاكس بي والواي بي. تعالى ناخدها بصوره تفصيليه اكتر. في الاول كنا بنعمل ايه؟ لو عندي منسوب نقطه كام؟ يديلك المسافه دي كيلو واحد والمسافه دي اتش، وعايز يحسب منسوب مين؟ نقطه سي. فانا بنعمل ايه؟ بجيب المنسوب ده وهو بيدوني وبرصد ال واحد وبرصد مين؟ الاتش، واصحح ال واحد والاتش بالارقام اللي هو بيديها. ممكن يقول لك ان الاتش هنا 24 متر والاتش هنا بتساوي كام؟ 100 متر. فيبقى الارصاد اللي عندي ال واحد ب 100 زائد الخطا اللي حصل فيها يساوي كام؟ اكس واحد اللي هو الرقم ده. المعادله الثانيه ان الاتش اللي هي 24 زائد ال في حصل في 24 يساوي كام؟ اكس 2. اكس 2 ده لو هو الثاني ال واحد والاتش. انما هو في المساله ما ادانيش الكلام ده، قال لك لا انا عايز نفس المطاليب اللي هي ال واحد واتش بس من خلال مين؟ الاس والالفا. ده اسمه علاقه ممكن تبقى خطيه او غير خطيه بس بصوره ايه؟ غير مباشره. فانا في الحاله الاولى هنا كان بيبقى عندي ارصاد مباشره على طول، ال دي حاجه مستقله بذاتها خالص، انا رصدتها لوحديها. مفيش اي علاقه تربطها بمين؟ بالاتش. انما لما انت بتطلب مني ال بتطلب مني الاتش بتديني حاجه ثابته خالص، لازم اشوف الحاجات اللي جيفن في المساله دي، في علاقه ما بينها ولا لا؟ عندي هنا مثلا الاس والار، انا محتاج في المساله مين؟ الاكس بي. ومحتاج مين تاني؟ الواي بي. الاكس بي هنا من حساباتها هتساوي كام؟ الاكس بي هتساوي اس كوزين الف زائد اكس اي زائد اكس اي. الحاجه الثانيه الواي بي هتساوي كام؟ اس صليب الفا زائد مين؟ الواي بي. لو انت هتشتغل على الصوره الاولى ال هنا زائد ال في هتساوي بي اكس، الاكس هنا هتساوي كام؟ المفروض الاكس بي، بس المشكله ان انا ما رصدتش الاكس بي، انا رصدت مين؟ اس وزاويه الارض. هو ده اللي هيخلينا ندخل على الشكل الكبير اللي هو مين؟ ان انا هكتب المعادلات بال زائد ال في بتساوي مين؟ اف اكس داله في المتغيرات. عشان ابدا اتحرك في المساله انا هعمل ايه؟ اول خطوه في تحسينها في المساله او تعرفها لازم اعرف ايه المطلوب معايا. لازم اعرف ايه المطلوب في المساله. هنا ايه المطلوب في المساله؟ عشان نسال نفسنا رقم عشان نخلي اكس بي عظيمه ودي واي بي عظيمه. صح. اللي مطلوب في المساله مين؟ اكس بي واي بي. واي بي. ليه؟ عشان اجمع اكس بي على اساس ايه؟ واجمع واي بي على اساس مين؟ فانا مطلوب عندي في المساله اول حاجه اكس اي واكس بي. طالما حددت المطلوب في المساله، هل انا اعرف في الحسابات هنا احسب الاكس بي والواي بي ولا لا؟ اعرف احسبهم ولا لا؟ اعرف احسبهم. انا عندي الاس هنا جايب في المساله وعندي الارض برضه جايب في المساله، اعرف احسب الاكس والواي ولا لا؟ بس الارقام دي هتبقى هي الصح اللي عندي ولا لا؟ يبقى انا هحسب اول حاجه ثاني حاجه حساب المطلوب نفسه. انا عندي اكس بي وواي بي اروح احسبهم واشوف الارقام دي كام. طب بعد ما حسبت الارقام دي ثاني حاجه اعمل فيها
عندي هنا انا هكتب اكس بي والواي بي؟ لا انا جبت الاكس بي بدلاله مين؟ كدلس يبقى هشيل الرقم ده واحط مكانها اس كوزين الفا وال اتنين زي الاتنين هتساوي كام؟ اس ساين الفا. يبقى ايه اللي اختلف عن الشكل الاول؟ ان الدي اكس هنا ما بقتش المجهول المباشر اللي عندي بقت علاقه في مين؟ في ارصاد ثانيه هو عملها. تاني خطوه في المساله هتمسك الشكل ده وتحوله لشكل مين؟ مفقود تيبل. هتقول له ان ال واحد زي ما هي ودي واحد زي ما هي بتساوي اف اكس دي هتنزل زي ما هي اس كوزاين الفا زائد كم متغير عندي كده في المساله؟ اثنين. اثنين بس اللي هم مين؟ الصوره الخضراء اس والفا. يبقى هشتغل الداله كلها مره بالنسبه للاس وهشتغل الداله كلها مره بالنسبه لمين؟ ايه اللي جديد في الشكل؟ ان انا لو هشتغل بالنسبه للدلتا اس اصبح عندي متغير اسمه مين؟ الدلتا اس. والدلتا او الواقع يعني اللي عندي متغير تاني اسمه مين؟ دلتا الفا. فحولت الشكل يعتبر لرصد زي الخطأ اللي حصل فيها في متغيرين تاني خالص اللي هم مين؟ دلتا اس ودلتا الفا. بعد ما عمل الشكل ده كده في الاخر خالص هحل الطريق مين؟ المصفوفات. هطلع نفس النظام بالظبط لما كان الاكس بتساوي بي تي في البي ماينس واحد في البي في ال. هطلع المصفوفه بتاع المعادلات برضه من الشكل ده وهطلع المصفوفه بتاع السوابق من الشكل ده واكمل حل عادي خالص بطريقه مين؟ بطريقه المصفوفه. قيمة الخط اللي عندك. تعالى نطبق الكلام ده في مثال. اول حاجه ان واحد
زائد بي واحد اللي هي بتساوي كام؟ ال واحد هنا اللي هي 2 زائد الخطأ اللي حصل فيها بتساوي كام؟ ال ال واحد اساسا بتساوي كام؟ اروح اجيبها من الشات انا عندي ساين ثيتا بتساوي كام؟ ساين ثيتا هتساوي ال 2 على 3 كوزاين ثيتا هتساوي ال واحد على ال 3 انا محتاج اطلع مني المعادلات انا هطلع ان ال واحد بتساوي ال 3 ساين ثيتا وال 2 بتساوي كام؟ ال 3 كوزاين ثيتا العكس 2 و 1 2 فوق 1 كده انا اقدر اكتب المعادله على الصيغه دي ولا لا؟ ان انا عندي 100 زائد في واحد هتساوي المفروض القيمه الصح بتاعتها بكام؟ الرقم اللي هنا اللي هو ال 3 كوزين سيتا. طيب تاني خطوه الثانيه هتبقى 200 زائد في 2 بتساوي كام؟ ال 3 ساين سيتا. كده انا كتبت المعادلات على صيغه مين؟ مفكوك تيلو. على الصيغه العامه هبدا اكتب المعادلات الثانيه على صيغه مين؟ مفكوك تيلو اللي هو اول معادله هتبقى 100 زائد في 1 بتساوي اكتب الداله زي ما هي ان 3 كوزين ثيتا زائد مين؟ اول حاجه برش اف على برش مين؟ ان 3 في تبقى ان 3 زائد برشا الف على مين؟ على برشا ثيتا في دلتا ثيتا. لازم انت في اول المساله احنا حددنا المطلوب اللي هو ايه 3 وثيتا عشان تعرف انت هتوصل لايه؟ تعرف كده على الجنب كده ان المفروض الاكس اللي هي المصفوفه الاخيره خالص بتاع المجاهيل تبقى كام وكام؟ انا عندي المجاهيل ال 3 وال ثيتا. لازم اوصل في الاخر لمين؟ دلتا ال 3 ودلتا مين؟ ثيتا. يعني انا في الاول بحدد مين المطلوب عندي في المساله، المطلوب ان هو عايز يعمل ترسيح ال 3 من مين؟ من ثيتا، بس عمل ارصاد لحاجه ثانيه خالص اللي هي مين؟ ال 1 وال 2. اول خطوه حددت المطلوب عليها في ال 3 وثيتا، ثاني حاجه هحسب القيم بتاع ال 3 وثيتا اللي هم كام؟ 223 و63. ثاني خطوه هكتب المعادلات على الصيغه مين؟ ال زائد ال بتساوي اف اكس. مين ال هنا؟ هنمشي على المبدا ده لان كل رصد عملها في الشكل زائد الخطا اللي في الرصده دي بيساوي كام؟ اف في المطلوب. لازم كل الدوال اللي تطلع تبقى بدلاله مين؟ الزيتا وال 3 تمام؟ انا ممكن اجي هنا في المساله واقول ان ال 3 بتساوي كام؟ ال 3 بتساوي الجذر التربيعي ل 1 تربيع زائد ال 2 تربيع. فممكن نخليها ال 1 بتساوي جذر التربيع 3 تربيع ناقص مين؟ 2 تربيع. صح ان ال 1 دالت مين؟ في المطلوب، بس ينفع استخدم المعادله دي ولا لا؟ مش هي الاثنين. ما ينفعش ليه؟ لان انا عندي ده رصده وده رصده زيه. انا لازم اخلي كل رصده في طرف بتساوي مين؟ كل الحاجات المطلوبه في الطرف الثاني. يعني انا عندي هنا ال زائد في اف اكس. انا رصدت 1 و2 يبقى اعرف ان انا عندي كام معادله؟ 2 بس. اكتب كل قيمة للأرصاد دي زائد الخطأ بتاعها اللي أنا مش عايزه زائد بيساوي كل ده مين؟ دالة في المطلوب. مين المطلوب في المسألة؟ عرفنا إن هو الثيتا ومين وإل 3. يبقى لازم أطلع كل الأرصاد اللي في المسألة بدلالة مين؟ ثيتا وإل 3 اللي هي هتبقى إل 3 كوساين ثيتا وإل 3 كام؟ كوساين ثيتا. كده أنا كتبت المعادلة. هبدأ أفك المعادلة على هيئة مين؟ مفكوك تيلو. أعرف أحسب الرقم ده ولا لأ؟ انا عندي جبتين 3 في كوزين ثيتا ده هي 8 زائد في 1 بيساوي الرقم ده بكام؟ حد يحسب فين ده يا جدعان؟ ال 3 مره بالنسبه لمين؟ لدلتا ثيتا. اشتغلت المعادله دي كده بالنسبه لدلتا ال 3 هتساوي كام؟ كوزين ثيتا زي ما هي في مين؟ لدلتا ال 3 زائد اشتغلت المعادله دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لثيتا هيطلع لك كام؟ مشتقة الكوزين كام؟ زائد ساين.
في الاتش في الاخر في مين؟ في دلتا زيتا. يبقى الرقم ده مثلا هيطلع 104 و110. يبقى انا كده وصلت للصيغه دي بعد المفروض مين؟ بعد المفروض تيرا. هرجع اخلي الارقام الصحيحه كلها في طرف، يبقى هنا عندي 6/10 بيساوي او زائد في 1 بيساوي كوزين سيتا في مين؟ في دلتا ال 3 زائد او ناقص ساين سيتا في ال 3 في دلتا سيتا. ودي اول معادله هشتغل عليها. عيد تاني؟ زائد دي بتساوي اف اكس. بتبدا تفك كل معادله مفكوك مين؟ مفكوك تيرا. الرصد بتاعت الخطا اللي فيها بتساوي المعادله الاصليه اف اكس زائد. هتشترك المعادله مره بالنسبه لمين؟ لل 3 ومره بالنسبه للسيتا. عدد الترمات اللي هنا او هشتركه كام مره بناء على مين؟ على عدد الايه؟ المجاهيل اللي عندي. انا المتغير اللي عندي مره ال 3 ومره مين؟ ومره سيتا. فهشتركه مره بالنسبه للدلتا ال 3 ومره بالنسبه لمين؟ للدلتا سيتا. طلع المعادله في الاخر ماينس 6 زائد في 1 يساوي كوزين سيتا دلتا ال 3 ناقص ساين سيتا ال 3 في مين؟ في دلتا سيتا. ايه الخطوه الثانيه؟ اشتكوا بالكوزين سالب خدت كبير 5000 و6000 واحداثيات الارقام. انما انت هنا تقول 223 و6/10 هتشيل 60 سم كامله. هتلاقي الارقام معاك في الاخر اصلا حاجات مالهاش اي علاقه بالتصحيح اصلا. لما نطلع الخطا ده اساسا 1% 2%، انت اساسا لازم من المساله 6/10. انما تقرر الرقم الصحيح عشان ايه؟ عشان بس لو انت عندك ارقام كبيره 5000 و2/10 5000 و23%. تمام؟ ده اللي هتقرر فيه. انما هنا لو 223 و6 انت شايل ال 6 دي مره واحده. في خطا هيطلع ب 60 سم. حد غلط في الحسابات ب 60 سم؟ مسافه صغيره اصلا كلها كام؟ 223. فانت في الاول عرفت ايه المطلوب اصلا في المساله، هتحدد بالنسبه له مين؟ مين المجاهيل اللي عندك؟ دلتا ال 3 ودلتا سي. حسبت القيم بتاعتهم، كتبنا المعادله على الصيغه ال زائد في بتساوي اف اكس. هتحول الكلام ده لمين؟ لمفكوك تيرا. لما تعطي المساله المفروض يطلع لك هنا في الاخر ده 1% زائد في 1 بتساوي كل ده بقى في ال 3 وفي مين؟ في الدلتا سي. المعادله الثانيه هتطلع منين؟ من ال 2 يبقى ال 2 زائد في 1 بتساوي ال 3 ساين سيتا. دي شكل المعادله. هنفكها مفكوك مين؟ ال 2 زائد في 1 بتساوي ال 3 ساين سيتا زائد اشتراك المعادله دي بالنسبه لل 3 هيساوي كام؟ ساين سيتا. اشتراكها بالنسبه للساين سيتا كام؟ دي هنا قالوا بالنسبه لمين؟ ل 3 زائد وساين سيتا ل 3 بالنسبه لمين؟ بيتني مش في واحد. في الاخر خالص اوصل لمعادله بتساوي كام؟ 200 ناقص ال 3 ساين سيتا كانت بتساوي كام؟ هنا هو عمل ارصاد غير مباشره ال 1 وال 2 عشان يحسب منهم مين؟ ال 3 والسيتا. انت هتطلع في المساله اول حاجه ال 3 بتساوي زي ما حسبناها 200 23 و6/10 والسيتا هتساوي 63 و36. الارقام دي صح ولا غلط؟ غلط. الارقام دي غلط. هحتاج عليها مين؟ طيب تعال عواصم المعادله. ال 2 هنا هتساوي ايه؟ زائد ال 3 ساين سيتا. الرقم ده برضه صح ولا غلط؟ غلط. طيب انا هنا محتاج اعرف الاخطاء بتاعت 2 وفي 3 ولا لا؟ طب في واحد 2 ولا لا؟ ايوه انا مش
ثابته، معنى كلمه فيكسد فاليو فيها خطر ولا ما فيهاش؟ لا فيها خطر، بس انا مش عايز احسبه، هو مش مكتوب معايا في المساله. المطلوب ان انا احسب دلتا ال ثلاثه ودلتا سيتا. طالب الفضاء ده حطيت لي في واحد عشان شكل معدل هيبقى ال زي في بيساوي في اكس. ليه؟ لان اللي انت حسبتها هتبقى بتخطا من الارقام الثابته. زائد الخطا اللي فيه انا مش عايز اعرفه، بس فيه خطا بيساوي مين؟ ال في اكس اللي هي الداله الثابته. طيب انا لما اجي اعوض ال 3 في سي اعوض ال 3 في سي سي ده ليه؟ الترم الثاني ال 3 في سي سي اللي انت حسبتهم خالص في الاول. حلو، لو انا حسبتهم بالظبط يطلع لي 200. طلع لي 200 ايه هي 200 دي؟ انا معايا الراجل ده مش شغل ازاي وانا بقول انا حاسب منه حاسب منه ده اصلا. يا باشمهندس لو سمحت الساين ستة دي هنجيب الستة على الآلة زي ما هي، مش هنقربها، مش هنخليها زي ما هي، نضربها في المية هتطلع بنفس الرقم بالظبط. أنت دلوقتي لو جيت حسبت الرقم ده بعد تقريبا هو نفس الرقم التاني بعد تقريبا يطلع. لا لا مش بعد تقريبا مش هو ده اللي بنتكلم فيه. أنا عندي صوت طيب، أنا عندي هنا زي الستة أحسبها زي ميتين على كام؟ 100 على 100 على 100. شلت تاني 200 على 100 تساوي ده تطلع بكام؟ 36 63 36 هنشيل ال 36 والرقم ده الكسر التربيع يعني 100 تربيع زائد 2 نعم هتاخد الرقم ده 223 و 6 ما نشيلش ال 6 الدكتور قال خد الرقم الصحيح بس ده هيطلع رقم مقرر جدا جدا انت شايف 60 من الباص انت ايه اللي بتقول لي هتطلع بكام؟ تمام انا همشي معاك في الارقام، شيل من 6 من 10 ل 6 وشيل 26 شيل 6 من 10 ل 26 ماشي لو طلع بكام؟ ماشي بس هيطلع لك في الاخر دلتا بكام؟ دلتا ب 60 سم المجاهيل اللي عندي في المسألة، عرفت ألف واحد وألف اتنين وإتش.
المفروض المتغيرات اللي تفضل عندي في الداخل خالص لما اقول ان ال زائد في بتساوي اكس اكس هي هو متغير في مين؟ الفا. زي ما قلنا بنشتغل من الاقصاء زائد الاقصاء المفروض بتساوي فانكشن في مين؟ مطلوب. يبقى كل الاقصاء اللي عندي اللي انا قصدتها زائد الاخطاء اللي فيها بتساوي مين؟ داله في المطلوب. المفروض الداله دي تطلع داله في مين؟ الفا 1 والفا 2 ومين؟ و اتش. دي الخطوه الثانيه. ثاني خطوه هروح احسب فيه بمين؟ الفا 1 الفا 1 والفا 2 و اتش. هعرف احسبهم ولا لا؟ احسبهم حلو. احسبهم حلو. انا عندي ايه في النهايه دي وعندي مين الاي بي والكوزاين الزاويه اللي بتطلع 7 و2 اروح احسب من هنا الزاويه اللي من هنا الفا 2 هتطلع بكام 37 اروح احسب الاتش الاتش هنا هتساوي كام الزاويه دي بقى الاتش هنا هتساوي كام جذر التربيع اربعه زياده اصلا جذر التربيع ابدا تمام الكلام ده غلط الحالة دي هو نازل من زاوية قايمة. لو المثلث من فوق قايم ونازل من فوق قايمة يبقى ده المثلث زي ده. احسبها من مثلث واحد ولا اثنين؟ انا احسبها من المثلث ده ومن المثلث ده. انا قدامي الا 4 تربيع انا وصلت 3 تربيع. او ال في الرياح التربيع انا وصلت 2 تربيع. الاتش في الحالة دي هتطلع من هنا 14 83 ومن هنا هتطلع بكام؟ 14 75. تاخد اي رقم مش هتسال خد اي رقم وكمل عليه انت بقى في الارتفاع زي الاتش ده لو مشينا على الكلام اللي اتقال هناخدها من الطول بكام؟ ب 14 اخر واحد كلام صح ولا غلط؟ غلط طبعا انا جيت للداخل اللجنه وقلت له انا في 83 سم خطا كده طلعته تعالى في المساله في الاخر وقول لي ان ال 3 بتساوي اتش تربيع زائد ال تربيع عمرها ما هتوفر ما تشيلش اي ارقام تاثر على الحل بتاع المساله. احنا قلنا هتاخد الارقام صحيحه لو عندك ارقام كبيره. بعد كده زياد ب 5000 6000 دي القيمه الاكثر احتمالا. مش هتاثر. واجمع على الخطا يبقى هو ده في القيمه الاكثر احتمالا ل 83 سم؟ لا يعني 14 و83 زائد او ناقص زائد رقم مش هو ده انت هتروح تحسبه. انت هتحسب المتغير ده بعد كده. يعني انت في المساله هنفترض ان احنا بنشتغل على الريش كام؟
ال 2 على مين؟ على ال 3 على ال 1 على ال 1 يبقى ال 1 هنا هتساوي كام؟ المكان مش في المجهول مش في المجهول. انا عايز اخلي كل المجاهيل اللي عندي الارصاد اللي عندي واحد واثنين وثلاثه واربعه ثلاثه اثنين الفا و اتش الفا و اتش سواء الفا واحد او الفا اثنين. تعالى نشوف معادله الاولى كان الفا بتساوي اتش على مين؟ على ال 2 فهطلع من هنا مين؟ من هنا بتكون بتساوي اتش على ثلاثه الفا. الرقم ده صح ولا غلط؟ صح صح لان انا خليت ارصاد بدلاله مين؟ متغيرات. تعالى نشوف ال 1 بس وزي الالفا هتساوي كام؟ ال 2 على ال 1 ينفع سمت الرقم ده ولا لا؟ لان انا ببساطه اقول ان ال 2 مثلا هتساوي ال 1 وزي الالفا ده ارصاد ده ارصاد بس بالتالي لو عملنا ما ينفعش استخدمها استخدم الساين بقى استخدم مين ده؟ اقول ان الساين الفا 1 بتساوي اتش على ال 1 اتش على مين؟ ال 1 على ال 1 يبقى ال 1 هنا هتساوي كام؟ اتش على ساين الفا. راح اطلع مين تاني؟ ال 3 هطلعها من المثلث ده. ال 3 عشان استخدمها استخدم تاني الفا تاني الفا بتساوي اتش على ال 3 يبقى ال 3 هتساوي كام؟ اتش على تاني الفا. راح اطلع بعد كده مين؟ ايه ده بقى؟ مين؟ سايب الفا 2 دي هتبقى 1 ودي 2 ودي 1 ايه ده بقى هتساوي؟ اتش على سايب الفا 2 كده انا طلعت كام معدل في كام مجهول؟ اربع معدلات كلهم ببلاش مين؟ اتش تعالى بقى نكتب الاربع معادلات بدلاله مين على الصيغه دي. ايه؟ مش هحلهم مع بعض. انا هطلع منهم المواصفات وهنكمل بيها الحاجه. ليه مش شرط تبقى كلها. الشكل ده انا بقول المصدر اللي عندي زائد الخطا اللي فيها بيساوي داله في المجاهيل. مين المجاهيل اللي عندي في المساله؟ اللي هم اتش والفا 1 والفا 2 مره بدلاله اتش مره بدلاله اتش والفا مره بدلاله الفا بس اهم حاجه ان كل الطرف ده يبقى مين؟ ارصاد والطرف الثاني كله يبقى ايه؟ مجاهيل. تعالى نكتب اول معادله بس ال 1 اللي هي مين؟ اي بي هتساوي كام؟ 16 زائد الفي بكام؟ في واحد مش عايزها بتساوي المفروض ال ال 1 اللي احنا مطلعينها بكام؟ اتش على ساين الفا اتش على ساين الفا 1 اتش على ساين الفا 1 هعرف احسب القيمه دي ولا لا؟ هعرف حد يحسبها طيب؟ اتش على ساين الفا 1 ما هي 83 ايش 84 16 و 2 مليون 16 و 2 مليون تمام؟ رقم منطقي جدا. تعالى نشوف المعادلة دي مرة تانية، نشوف مرة بنفهم مين؟ اخويا يا عم ده اتلغى ده اتلغى الطول ال1 الصح هنا الفرق ايه؟ ان انا بقول ان هي دي
واحد ده رقم صح، الاثنين مع بعض مش واحد، بس مش بيساوي الاكس واحد، ده بيساوي حاجات تانية في بينها علاقة، بس بتطلع لي القيمة مين؟ الصح. عشان كده هتلاقي في نفس التقريبات لازم الرقم ده مستحيل يطلع هو ايه؟ نفس الرقم، ده المعادلة هتتحول لصفر أصلا. وصلت؟ يبقى قلنا من الأول عندي بحدد المجاهيل ألفا وواحد ألفا كيلو وجه، تاني حاجة بعد ما حددت المجاهيل أعرف منها أن المجاهيل في النهاية بتاعتي هتبقى مين؟ جزء ألفا وجزء ألفا وجه. تالت حاجة أعرف أحسب القيم دي ولا لأ؟ أحسب القيم بتاع المجاهيل، القيم دي مش صح، هروح أحسب مين؟ الأبطال اللي هجمعها على القيم الصح، هيطلع لي مين هنا في المسألة؟ إن الـ N زائد V بتساوي في X. الرقم ده 16 زائد الخطأ بتاعه بيساوي مين؟ الدالة الأصلية اللي على رأس القمر زائد كم متغير عندي هنا في المسألة؟ 2 2 بس، H و ألفا، هشتق الدالة مرة بالنسبة لمين؟ الألفا ومرة بالنسبة لـ H، تعالى نشتق بالنسبة للألفا مثلا. H على رسالة I ألفا ماينس 1. بالنسبة لـ H أيا كان بقى أطلع منه هيطلع لي الرقم في مين؟ في الدلتا ألفا 1. زائد هيطلع لي تاني رقم في مين؟ في الدلتا H. يبقى أنا كده عندي رصدة ثابتة في رقم زائد المتغير الغصب عندي في المسألة دي تمام؟ دلتا ألفا ودلتا H. هنيجي للمطلوب التاني أو المعادلة التانية. ال 2 المفروض زائد بتساوي كام؟ ان ال 2 هنا الداله بتاعتها بتساوي كام؟ يعني الاتش على ناس الفا 1 اجمع عليها مين؟ هشتق الكلام ده مره بالنسبه لمين؟ على برشا الف على برشا الف 1 في مين؟ دلتا الفا 1 زائد اشتقاق نفس الكلام ده بس بالنسبه لمين؟ ال اتش في دلتا اتش فهيطلع عندي هنا ال 2 دي المفروض كانت بتساوي كام؟ اللي هي الـ AD 36 من 10 زائد الـ V 2 هتساوي، هتحسب الرقم ده، اتش على تالت ألفا 1 على تالت ألفا 1 ألفا 2 بكام؟ ألفا 1 ألفا 2 ب 7 ألفا 6 26 6 26 زائد لما تقول الرقم ده في الصلاة بتاعتك في كام؟ دلتا ألفا 1 زائد الرقم في مين؟ دلتا اتش. هروح أكتب المعادلة الرابعة ال أو المعادلة ال زائد دي 3 بتساوي اتش على تقريبا سالب ألفا 2 زائد هشترك الكلام ده برضه هيطلع رقم في مين؟ دلتا ألفا 2 زائد الرقم في دلتا اتش. زائد الخطأ اللي حصل فيها المفروض في الأول كنا بنقول بيساوي مين؟ في اكس اللي هي الرصدة الصحيحة، هنا لا هنكتبها على أي معادلة مين؟ في المطلوب اللي عندي، فأنا حققت الشرط ده إن كل رصدة دالة مين؟ في المطلوب، مين المطلوب في المسألة؟ اللي هو دلتا ألفا ودلتا إيه؟ ودلتا اتش، كده أنا عندي أربع معادلات في ثلاث مجاهيل اللي هم مين؟ دلتا ألفا 1 دلتا ألفا 2 والإتش. تاني خطوة بعد كده هعمل إيه؟ أحل بالمصفوفات. القانون بتاع المصفوفات بيقول إكس بتساوي بي تي في البي ماينس 1 في البي في ال. الإكس هنا اللي هي مين؟ المجاهيل. المجاهيل اللي عندي في المسألة. يعني أنا كتبت المعادلات في مجاهيل جديدة اللي هي مين؟ دلتا ألفا ودلتا إتش. البي هنا اللي هي معاملات نصف المعاملات لمين طيب؟ اللي الالفا والاتش دلتا الفا ودلتا دلتا الفا 1 دلتا الفا 2 ودلتا مين؟ اتش
معدل يبقى مفيش 16 16 كنت 2 يبقى الرقم ده كام؟ 6 يبقى عندي هنا دلتا الفا 1 هشوف المعامل اللي جنبيها واحط فين اول رقم هنا دلتا الفا 1 ودلتا اتش هحط قدام كام؟ هحط هنا عند دلتا اتش والرقم ده يبقى كام؟ في الثانية هنا رقم وهنا صفر وهنا برضه ايه؟ كده انا طلعت مين الجي هجيب منها الجي ترانسبوز وابدا اجيب الانفرس واضرب واطلع في الاخر المفروض المصفوفة تطلع كام مكان؟ 3 1 اللي هم دلتا الفا 1 دلتا الفا 2 دلتا دي دلتا اتش كده وصلت؟ ملهاش خطأ يعني.
مع رقم ثابت اللي هو ليه اخطاء ولا مش لا ليه رقم ثابت انا هكمل زيرو بس انا ليه حطيت هنا في المعادله اثنين بكون شكل المعادله في النهايه خالص انا بستخدم مين ونازل ده والكلام ده مش عايز الاخطاء خالص تمام هل انا محتاج ان المتغيرات اللي عندي تبقى اس والفا ولا بيغلى لا
انا مش محتاجه من اتفقنا ان المجهول عندي مين اكس بي واي دي اكس بي وديتا واي دي فلازم كل المعادله لما اقول له ان عندي نسبه اولى زائد البي بتساوي كام فانكشن في الاكس الاكس بي لازم تبقى داله في مين اكس بي واي دي انا لازم اطلع على الارصاد اللي عندي الدلاله مين اكس بي واي دي اكس بي واي دي يعني اقول مين الارصاد اللي عندي الاس مين والارض يعني المفروض اقول كده الاس والارض تطلع بدلاله مين عايز اطلع بدلاله الاكس بي انا عندي هنا الاكس بي الاس المفروض تساوي كام الجذر التربيعي الاكس بي تربيع ناقص مين واي بي تربيع زائد واي بي تربيع والارض هتساوي كام كام ماينس واي بي كام ماينس واي بي الواي بي على مين؟ على الاكس بي. ما فيش شكل مختلف في المحاضره اللي انا وقفت الاكس بي من البدايه ولا شكلها اسمها الاكس. عادي طالما قال لك فيكس الفاليو ممكن تشتغل عليها ولا اللي مغير شكل المساله على المحاضره في المحاضره فرض ان الاكس بي هنا من البدايه. احنا بس قاسينا عشان نطلع في شكل حد كده. تعالى حاول تطبقها على المثال اللي فات عملنا عندي ايه واحد انتهت دلاله مين؟ انا محتاج الالفا والاتش فجبنا ايه واحد بدلاله مين؟ الالفا والاتش هنا انا محتاج مين هنا؟ الاكس والبي ورصدت مين؟ اس والفا يبقى طلع الاس والالفا بدلاله مين؟ الاس زائد الاس سيب الاس دي دلوقتي تعالى نحطها هنا احسن الاس بتساوي الرقم ده صحيح ولا خطا؟ خطا المفروض ان هو صح لان هو ده اللي انا عايزه فيبقى الاس زائد مين؟ الفي اس والالفا زائد مين؟ الفي ار انا هنا لما اكتب المعادله اللي هنا هتبقى مين؟ الاس 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 اللي انا رسمتها الاس الخطا بتاعها هيبقى مين؟ الفي اس الفي اس الزلة هتبقى مين؟ الجذر الجذر التربيعي للاكس بي تربيع ناقص مين واي بي تربيع. طلعت الحل ولا لا؟ يبقى انا كده عندي رصده اللي هي الاس والمجهول مين؟ ده الاكس بي اللي عامل معاك بس مشكله ان هنا عكسنا لكن في المساله الاولى كانت اصلا طلب الارض هنا مدي الارض لما كان طلب الارض كان الطرف الشمالي هنا مين؟ ال اللي هو زائد البي يساوي دالة في الأرض هنا العكس هنا هو أصلا بيديك مين؟ الإس والإس بيديك الأرض فلازم تبقى دالة في إيه؟ دالة في الأطفال معادلة تانية هتبقى مين؟ ألفا زائد مين؟ البي بتاع الألفا بتساوي كام؟ كام ماينس واحد كام؟ ماينس واحد مين؟ واي بي على الإكس بي أنت حققت الشرط كده ولا لأ؟ ما تنساش الرقم ده بقى ايه ولا سي لازم يبقى كل ده يطلع تجري يا جماعه انما ده يطلع كام؟ لازم اضرب في الواي على بيرد عشان حولها ليه؟ تمام فانت مش شرط يبقى عندك الطرف ده كله ال وهنا اس والفا لا ده على حسب مين؟ سدد القانون شوف شوف ايه المطلوب اللي عندك هو طلب اطوال وزوايا ولا طلب اطوال بس؟ المثال ده كان طالب الفا والاتش ارتفاع وزاوية فكان كل الناحية التانية اللي هي الاكس عبارة عن مين؟ الفا والاتش هو ده اللي انا مين؟ اللي انا طالبه انما في المثال ده كان طالب مين في المسألة؟ احداثيات مسافة افقية ورأسية فلازم يبقى لما غير كله في مين؟ في الاكس لا يا لا تمام لا تمام لا القياس بجهاز البي دي ام جهاز البي دي ام ده هو جهاز مش بيقيس اي حاجه خالص غير المسافات فبيوفر على نفسه لو هو مثلا عنده ميزانيه شبكيه بالشكل ده خلاص اس ام بي وسي ام بي دول واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وصل معاه كمان اطفال كل واحد من اثنين وثلاثه من اربعه
لو عنده ميزانية شبكية زي كده بس هو مش محتاج في المسألة أو مش محتاج يطلع خالص في عملية الرصد أي زوايا خالص، كل اللي محتاجه عايز يعرف الأطوال بتاع مين؟ بتاع الأطوال. ففكرة عمل جهاز البي دي إم إن هو مش بيشتغل على أي زوايا خالص بعكس الكوبري ستيشن أو التلفزيون، كل الحسابات بتاعته والقياسات عبارة عن إيه؟ عن أطوال. يبقى في شرطين حاكمين في الموضوع ده إن أنا أستخدم القانون بتاع او الجهاز بتاع الدي دي ام. اول حاجه ان انا مش هستخدم في حساباتي خالص اي زوايا، كل اللي هدخله في المساله واللي هطلعه النواتج اللي هطلعها تبقى عباره عن مين؟ عن اطوال. بس هجيب الاطوال دي كلها بدلاله مين؟ الزوايا او العكس، انا هستخدم الزوايا عشان اجيب الاطوال، فهحول كل المعادله اللي عندي بدلاله مين؟ الاطوال. الحاجه الثانيه ان انا المفروض اشوف عدد الاشتراطات اللي موجوده في المساله سواء كانت ضلعيه او مثلثيه. يعني ايه هي الاشتراطات اللي موجوده هنا؟ في اشتراطات كتيره، ممكن مجموع زوايا المثلث ده يساوي كام؟ 180. 180. مجموع زوايا الشكل الرباعي يساوي كام؟ 360. ايه الفرق ما بين الشكل ده وما بين الشكل ده؟ ده شكل رباعي كبير، ده شكل رباعي ده في شرط محل. يعني وصلنا نفس الجواب. ايه الفرق بين ده وما بين السبب؟ في النص في الشكل ده مش مديلك اي هذا عن وبالتالي هو كده ما وصلهاش. فالنقطه دي عندك مش ذو اهميه، ده معناه ان المثلث ده بقدر استخدمه كامل لان هو ما وقفش، هو وصل نقطه هنا والنقطه هنا والنقطه هنا وصل ما بينهم. فالنقطه دي ملهاش اي اعتبار مع الحسبان، انما في الشكل ده رسم النقطه دي دي ووقف عند النقطة دي، وبالتالي ما ينفعش خالص استخدم مين؟ المثلث ده كامل اللي هو بي سي دي. يعني ما ينفعش اقول من زاوية 2 من 3 4 5 يساوي 180. ليه؟ لأن الضلع ده مش على استقامته، أنا وقفت هنا. فهو لو وقف النقطة اللي في النص دي حتى كتب عليها رمز بس مش شرط يكتب عليها أقصار. لو كتب عليها رمز يبقى ده غلط. لو ما سماهاش وسابها كده مش كده ما وقفش عليها. فأنا ممكن أستخدم هنا الشرط الكبير اللي هو 2 و 3 و 4 و 5 يساوي 180، هنا لا ما ينفعش. يبقى الشرط الأول في جهاز الـ DDM أول حاجة إن أنا بعمل إيه؟ لازم كل استخداماتي كلها عبارة عن مين؟ عن أطوال. الشرط الثاني إن أنا أستخدم كل الاشتراطات اللي عندي في إيه؟ في المسألة. بس تسهيلا للحل أنا أستخدم شرط واحد بشرط. يعني أنا عندي ممكن أقول إن مجموع زوايا المثلث ده كلها بكام؟ ب 180. ومجموع زوايا المثلث ده ب 180. وبرضه المثلث اللي هنا. ومجموع زوايا الشكل كله بكام؟ ب 460. أنا ممكن أستخدم شرط واحد بس من الحاجات دي بشرط. إن لو استخدمتش المثلث ده بس يدخل معايا كل الأطوال اللي في الشكل. بمعنى من قانون الجيل مثلا زي زاوية 2 هنا بيساوي كام؟ هيساوي ال 5 تربيع. ال 5 تربيع زائد ال 2 تربيع ناقص ال 3 تربيع على ال 2 وال 5 تربيع 2. لما انا قلت زي زاوية 2 دخل معايا كام طول؟ ال 5 وال 2 وال 3. ده زاوية 2. لو استخدمت زاوية 3 اللي هي هتكون معايا ال 1 تمام. طب زاوية 4 ال 6 ال 3 ال 4 و 5 ال 2 ال 3 ال 5. يبقى الشرط المثلثي ده هيدخل معايا كل الارقام في الحسابات ولا لا؟ يبقى انا ايه هو اصلا الشرط المثلثي من الاول؟ ان زاوية 2 زائد زاوية 3 زائد زاوية 4 زائد 5 بيساوي كام؟ 180. بس احنا اتفقنا في الاول ان انا ما ينفعش استخدم مين؟ زوايا في الموضوع، فايه اللي هنعدله؟ نعوض على الموضوع. انا هخش كل زاوية واحط مكانها مين؟ أطوال. الأطوال، يعني زاوية 2 هتساوي كوزاين ماينس 1 مين؟ الرقم ده زي ما هو.
دي 4 ودي 5 كل ده يساوي كام؟ 180. يبقى انا حققت الشرط الاول ان انا كل الزوايا بتاعتي مين؟ بدلاله الايه؟ الارتباط. الشرط الثاني استخدمت شرط واحد بس دخل معايا كل الايه؟ كل الاطوار. الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ انا حولت الزوايا لايه؟ الاطوار، خشت كل زاويه وحطيت مكانها مين؟ الاطوار بتاعتي. طب الاخطاء دي زوايا ولا ارتباط ولا ارقام دي؟ بس في الاخر زوايا. لازم اخش الارقام دي واقعد اعملها مين؟ بالاخطاء في الاطوار. هنرمز بيها. مجلة في رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه. تمام. اللمضة دي الفي خطأ في الزاوية. اللمضة خطأ في مين؟ في الطول بتاعي. يعني شفت بس لسه بقى اللمضة بتتحسب والزوايا كلها بتتحسب. فأنت بتخش الزوايا وتحط مكانها مين؟ الأطوار. وبتخش الأخطاء في الزوايا وتحط مكانها مين؟ أخطاء في الأطوار. بتساوي في النهاية مين؟ 180 درجة. طول زي المهندس طول زي المهندس انت هتشيل لها طول زي المهندس انت طول بس انت في المساله هتعوض عن الزوايا ولا عن الاطوار؟ بس السيد طالع يطلع لي شرط في الثلاثه طب هنا انا استخدمت شرط مسدس واحد اللي هو المسدس ده وطلع معايا اصبحت النقطة دي مش واحدة.